لمنتخب مصر حتى لو مش هيبدأ المباراة، لكن يبقى متواجد يعني. يمكن سليمان نزل لنا، مخرجنا طبعا نزل لنا طبعا تشكيل نادي اسوان النهارده زي ما انتم شايفين: محمود رضا، باسم عيد، ابراهيم القاضي، امير عابد، احمد محمد زيزو، في نص الملعب محمد الفيومي، ابراهيم الشايب، محمد رزق، شكري نجيب، عبد الله فاروق، وايهاب المصري.